نشرة الأخبار المسائية من تيليماروك، هذه أبرز عناوينها. تسجيل 42 حالة مؤكدة جديدة ترفع عدد الإجمالي لإصابات كورونا إلى 7643. الحكومة تكشف بروتوكولا خاصا لمنع نقل العدوى داخل المؤسسات. والسماح للمقاهي والمطاعم بالاشتغال ابتداء من غد الجمعة. بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى سهلة وورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد بلادها الوطنية. وأعرب الملك في هذه البرقية عن أطيب التهاني وأخلص المتمنيات للشعب الإثيوبي بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد من التقدم والازدهار في ظل السلامة والأمان. وأضاف الملك: وإذ أجدد لكن تهانية مشفوعة بمتمنيات لكن بموفور الصحة والهناء، أرجو أن تتفضلن صاحبة الفخامة بقبول أسمى عبارات تقديري. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 42 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7643 حالة. وقال منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط إن عدد حالات الوفاة استقر عند 202 حالة، إذ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة. وأضاف أنه تم تسجيل 217 حالة شفاء خلال الساعات 24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 5195 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. في سياق حرب المغرب على وباء كورونا والتدابير المتخذة لاحتواء انتشاره، أصدرت الحكومة اليوم بروتوكولا خاصا بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والإرشادات المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية التي يجب على المشغلين والأجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة لضمان صحة وسلامة المستخدمين والحد من انتشار الوباء. المزيد في تقرير بلال البجديني. مجموعة من التوجيهات والإرشادات العامة المتعلقة بالتدابير الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها تضمنها البروتوكول الخاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا في أماكن العمل لضمان سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا. الدليل الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والشغل والإدماج المهني يدعو المشغلين والشركاء الاجتماعيين كافة في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية إلى ضرورة تقسيم الأجراء إلى مجموعات تتناوب على العمل من أجل التخفيف من أعداد الموجودين داخل المقاولة وتفادي الازدحام داخل وسائل النقل العمومية في ساعات محددة. ومن ضمن التدابير المتضمنة أيضا في الدليل قياس درجة حرارة كافة الأشخاص الذين يلجون إلى المقاولات ومنع من تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا من الدخول، مع تنظيم الحركة داخل المقاولة عن طريق تخصيص ممرات للدخول وأخرى للخروج وفرض وسائل الوقاية وتخصيص وقت كاف للتعقيم والتنظيف، إضافة إلى منع التجمعات داخل الشركات أو أمامها، مع الدعوة إلى تفادي استخدام المصاعد ونظام التعريف بالبصمات وتجنب استقبال الزوار من خارج المؤسسة وتفضيل اعتماد وسائل التواصل عن بعد. يأتي ذلك عقب دعوة الحكومة كل المقاولات إلى استئناف أنشطتها الأسبوع الجاري بعيد عيد الفطر، ومن المرتقب أن تعود الحياة إلى الإدارة العمومية بعد رفع الحجر الصحي. أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي اليوم الخميس أنه بإمكان أرباب المقاهي والمطاعم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم غد الجمعة 29 ماي شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء. أوضح بلاغ الوزارة أنه ضمانا لسلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء كورونا، يتعين عليهم التقيد التام بقواعد الوقاية
والصحة المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، خاصة التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، والحرص على التهوئة الكافية لأماكن العمل وتوفير المحاليل المطهرة والكمامات الواقية للمستخدمين، وكذا تنظيم العمل بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين. وخلص البلاغ إلى أن لجان المراقبة المختلطة وهيئات ومصالح المراقبة المختصة تتكلف بتتبع ومراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتدابير الزجرية في حق المخالفين. أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم بلاغاً أعلن من خلاله العزم على الرفع من العرض السككي للقطارات المكوكية السريعة ابتداءً من فاتح يونيو المقبل، إذ استمرت هذه القطارات في تأمين الحد الأدنى من الخدمات أثناء فترة الحجر الصحي على محاور القرب من الدار البيضاء الميناء سطات والدار البيضاء ميناء الجديدة والدار البيضاء الميناء الرباط القنيطرة، وسيتم الرفع من عددها إلى 40 قطاراً مع إعادة فتح محطتي الرباط أجدال وسلا تبريكت. هند الصادقية والمزيد. أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأنه سيرفع عدد القطارات المكوكية اليومية من 20 إلى 40 قطارا مع إعادة فتح محطتي الرباط أجدال وسلا تبريكت، إجراءات ستأتي وفق المكتب في احترام تام للتدابير الوقائية من أجل تعزيز السلامة الصحية، إذ سيتم تبني قواعد جديدة للسفر مع مواكبة الاستئناف التدريجي لحركة سير القطارات وضمان شروط الوقاية اللازمة لتنقل آمن. وأشار المكتب في بلاغ له بهذا الخصوص إلى أن إجراءاته الجديدة تشمل تدابير وقائية للمساهمة في مواجهة جائحة كوفيد-19 كفرز المسافرين عند مدخل المحطات لتنظيم التدفقات وتقسيمها حسب الوجهات وتوفير مواد التعقيم والتطهير بالمحطات وعلى متن القطارات ومراقبة ارتداء الكمامات وتعقيم القطارات والفضاءات المشتركة. كما أكد المكتب أنه سيتم تقليص نسبة بيع المقاعد وملء القطارات 50%، بالإضافة إلى العمل بنظام الحجز الإلزامي على متن القطارات المكوكية السريعة، ما يستوجب على المسافرين التقيد باحترام استعمال القطار والعربة المشار إليهما على تذكرة السفر والحرص على القيام بالحجز المسبق قبل ولوجها، ضمانا لاحترام التباعد الاجتماعي بفضاءات الانتظار، بمحاولة التحكم في أعداد المسافرين أيضا، والحرص على تقليص مبيعات المقاعد ووضع علامات أرضية بالمحطات لاحترام مسافة الأمان وارتداء الكمامات والأقنعة الواقية من طرف أعوان المكتب. وأفاد المكتب بإطلاق مخطط تواصلي أيضا بهدف طمأنة المواطنين بخصوص الاستخدام الآمن للقطارات وتحسيسهم بضرورة احترام تعليمات السلامة الصحية. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم الخميس بالرباط أن فتح المساجد أمام المصلين سيتم بعد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي. وقال الوزير خلال عرض قدمه في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج لدراسة التدابير التي اتخذتها الوزارة لتمنيع وتحصين مختلف الأنشطة التي تسهر عليها، وخاصة ما يتعلق بدعم وتقوية التأطير الديني للمواطنين في ظل جائحة كورونا، قال إنه يجب طمأنة المواطنين بأن هذا الإجراء لن يستمر والأمور ستعود إلى نصابها بإقامة الصلاة بالمساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي. وأبرز أن العودة إلى المساجد ستكون بقرار من الجهات المختصة الإدارية والصحية وليس الوزارة، مشددا على أنه سيتم فتح المساجد أمام كل المصلين بشكل عادي عند صدور القرار بذلك، ومسجلا أنه لا يمكن فتحها بكيفية خاصة من خلال تحديد عدد المصلين أو تصور كيفية أخرى لذلك. كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن دراسة أنجزتها حول خريطة المخاطر المحتملة، وذلك ضمن مواكبتها لاستعدادات المغرب لرفع حالات الطوارئ الصحية تدريجيا والتي يعيشها منذ بداية انتشار وباء كورونا خلال منتصف شهر مارس الماضي. مزيد من التفاصيل في هذه الشاشة التفاعلية معك محمد خير.
أهلا بكم معنا. في آخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط قالت إن المدن القديمة والسكن الاقتصادي والاجتماعي ودور الصفيح في المغرب تعتبر مناطق ذات مستوى عال من الخطر فيما يخص الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد رفع الحجر الصحي. جاء ذلك في مذكرة أصدرتها المندوبية بعنوان مقاربة جيوديموغرافية للمخاطر الرئيسية للتعرض لانتقال فيروس كورونا، اعتمدت فيها على عاملي الكثافة السكانية المرتفعة في بعض المدن والاكتضاد في مساكن ضيقة لا تتناسب مع حجم الأسر. وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة إلى حدود 24 مايو الجاري أن 86% من الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد سجلت في الجهات الخمسة الأكثر كثافة في المغرب، أي ما يقرب 9 حالات من أصل 10، وهي جهة الدار البيضاء ستات ب 32% ومراكش آسفي ب 17.6% وطنجة تطوان الحسيمة ب 13.8% وفاس مكناس ب 13.2% وجهة الرباط سل القنيطرة ب 9.2%. وحسب المندوبية فإن الجهات السالفة الذكر هي التي تسجل أكبر تركيز لسكانها النشيطين في القطاع الصناعي بما يفوق 12%، وتوجد هذه الأنشطة بشكل رئيسي في المناطق الحضرية التي تتميز أيضا بكثافة ديموغرافية عالية، وبذلك ترفع التحديات المرتبطة باللوجستيك والإخبار والتأطير وعزل أكبر عدد من الأشخاص المعرضين للخطر في ما أمكن. حسب المندوبية أيضا فإن خطر الإصابة في المناطق التي يعيش فيها السكان في منازل مكتظة، أي تلك التي يكون فيها عدد الغرف غير كافية مقارنة بحجم الأسر، ويتم اعتبار سكن ما مكتظا إذا كان به أكثر من 3 أشخاص في كل غرفة، وبناء على ذلك يمكن تقدير ما يزيد قليلا عن 500,000 أسرة مغربية تعيش في هذا الوضع على المستوى الوطني، أي ما يمثل 12.5% من مجموع الساكنة. وأشارت معطيات للمندوبية إلى أن أكثر الجهات تضرراً من ظاهرة الاكتضاد هي الجهة الشرقية بما نسبته 14.1%، متبوعة بجهة الدار البيضاء ستات ب 14%، وتتمتع الجهات الجنوبية وجهة سوس ماسا بنسبة منخفضة على التوالي ب 8.4% و 7.6%. وإذا ما تم التركيز على المدن الكبرى باستعمال عاملي الاكتضاد سنجد نفس المدن كما في التحليل المعتمد على الكثافة السكانية على رأسها الدار البيضاء ب 14.5% وفاس ب 13% وطنجة 12.5% وسلام كناس ب 10% لكل واحدة والرباط بما يناهز 9.3% ومراكش 9%. وأخذا بعين الاعتبار الطبقة السكنية في هذه المدن فإن أحياء دور الصفيح هي التي تأوي أكثر من ثلث الأسر التي تعيش في مساكن مكتظة متبوعة بالمدن القديمة ب 17.2% والسكن الاقتصادي والاجتماعي ب 12.5%. عودة إلى استوديو الأخبار. اجتازت حصيلة وفيات فيروس كورونا عتبة جديدة مع تسجيل 100,000 وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 25,000 في البرازيل لتصل إلى أكثر من 350,000 في العالم، رغم أن إجراءات رفع العزل تتواصل. وقالت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية للبلدان الأمريكية: نحن قلقون بشكل خاص لأن عدد الحالات الجديدة الذي أحصي الأسبوع الماضي في البرازيل هو الأعلى على مدة 7 أيام منذ بدء انتشار الوباء، وقد تضاعفت الحصيلة الإجمالية في أقل من أسبوعين. لكن ولاية ساو باولو الرئة الاقتصادية للبرازيل أعلنت استئنافا لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من يوم الاثنين الماضي، وتقترب مستشفيات هذه الولاية من الوصول إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، لكن عودة الحياة إلى طبيعتها سيتم عملا بالوضع الصحي لكل منطقة.
إلى هنا ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تسجيل 42 إصابة مؤكدة ترفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا إلى 7643. الحكومة تكشف بروتوكولا خاصا لمنع نقل العدوى داخل المؤسسات.